ومع ذي هكذا مريض مرض يسعيني قدني من صنعاء ومن الجوف ومن عند العلم ما خليت مكان. هذه المنطقة تعتبر منطقة نائية في الجوف. الكوليرا كانت منتشرة أيضا إضافة إلى التهابات الجهاز التنفسي بشكل كبير وذات عند الأطفال. أيضا تتغير المواسم، تغير مواسم الشتاء والبرد إضافة إلى وجود الأمراض المزمنة. يصل الأطفال إلينا في مراحل خطيرة جدا. يوم مرات ابني قد حس إنه يموت من أول، قد قلت إنه يموت مع هذه الشعب. من يوم جاء هنا قد بخير يتحرك وينقلب. ترددهم إلى المرافق الخاصة، ولدينا فريق يتدخل معهم، والحمد لله سجلنا قصص نجاح رائعة على مستوى مديرية المطمة، مديرية المتون، مديرية الزاهر. كانت تسجل هذه المديريات الثلاث بالتحديد أعلى نسبة وفيات في محافظة الجوف. المشروع هو يقدم لهم الحياة. لذلك كان استهدافها موفق واستفادت كثير من الناس. كان الوضع هنا ما هو زين، بالله يروحوا متكاثر من بعيد لبعيد ولا تفيد. هذا فعلنا الخير الحمد لله، نفع حتى الأطفال. يا من طفل قد جوبه هنا ويقعد يموتوا من يوم دخلوهم هنا ما يدروا ولا صاحين بخير. المجتمع كان يعيش وضع صعب، كان أي واحد إذا في عنده إسهال ما بلا يسافر إلى صنعاء أو يسافر للحزم. لكن الآن المشروع قدم خدمة كبيرة للناس، شريحة كبيرة من المجتمع قدم لها يعني كل الحالات اللي تصلنا الحمد لله تخرج بتحسن. من يوم انها جت هنا استفدت انا وغيري في المعالجات، في ذا المركز زين وقوي وزين معي، تساعد مع الناس والاطفال كل حاجه يعني يجي مجان. يتم استقبالات الحالات الاسهالات بشكل عام الى ان تستقر الحاله، واحنا نشتغل كفريق واحد. هؤلاء المتطوعات الان مهمتهن أن يذهبن إلى داخل البيوت بالمواك ويفحصن عن أطفال سوء التغذية. ما مثل بعيدة، هو يجوهم من بعيد، من ديارة بعيدة، ما يعالجوا إلا هنا. التي تواجهنا في العمل أولاً قلة الوعي لدى بعض الأسر، وأيضاً صعوبة المعيشة لدى المواطنين، لا يجدون أبسط مقومة الخدمات الصحية، يعني كان عشوائية، تطبيق عشوائي للنظام الصحي. نشكرهم على ما فعلوا، نشكرهم على كل تعبهم. أنا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمؤسسة بناء التي أعادت بصيص الأمل إلى أطفال قد سلبت ابتسامتهم. أهل المنطقة ممتنين جدا من المنظمات الداعمة هذا الأساس، وأشكر مؤسسنا في ذلك على اختيارهم المكان هذا بالذات. باختصار أنا كطبيب، أنا سعادتي أننا أشوف مريضي بتحسن، هذا هدفي في الحياة.